بسم الله الرحمن الرحيم. نشرح اليوم فوائد العنب الدب لمعالجة احتباس البول عند تضخم الغدة البروستات عند الذكور، واحتباس البول عند وجود أو مخض الكلوي لمعالجة المخض الكلوي عند وجود الرمل أو الحصى في الكليتين، ومفيدة لحوض الكلية، لالتهابات حوض الكلية والمثانة، ولمعالجة السلس البول. نعم، ولمعالجة خروج السائل المنوي عند التبول، ولمعالجة المثانة المزمنة، التهابات المثانة المزمنة. نعم، تستخدم في هذه الحالات المخلي العنب الدب مرتين في اليوم. نعم، وعند تناوله وتكون البول الإنسان عند خروج البول بعد تناول المخلي العنب الدب يكون لونه أسمرا، ثم يكون لونه على شكل زيت الزيتون، ويكون بعد ذلك طبيعيا. إذا سبب اللون، تغيير اللون البول، هو تناول المخلي العنب الدب. نعم، ملاحظة مهمة، لا يستخدم ولا يتناوله المرأة الحاملة، الحامل لا يتناول المخلي العنب الدب نهائيا، لأنه يؤدي إلى إجهاض لدى الحامل، يؤدي إلى الإجهاض. ممنوع على المرأة الحاملة تناول أو استخدام العنب الدب. نعم، شرحت باختصار فوائد العنب الدب بشكل مختصر مفيد وفوائده للأمراض، وشكرا لكم.